السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم ام احمد من مطبخي، مطبخ البيت المعمور. ان شاء الله النهاردة هنعمل مع بعض الفطير الفلاحي المشلتت اللي على اصوله. هنبدأ. بسم الله بسم الله. هنحط مج سكر زي ده يا جماعة، الاتنين كيلو ونص دقيق. بسم الله. معلقة ملح صغيرة عشان بتظبط معانا العجين. بسم الله. هنحط المية. بسم الله. المية دي هنقلب فيها السكر يا حبايبي. بسم الله. دلوقتي يا حبايبي قلبنا السكر مع الملح في مج ونص ميه دافيه، هننخل عليها الدقيق. بسم الله. دلوقتي نخلنا الدقيق كله يا جماعه، وهنحط كيس بيكنج باودر او بننخله برضه عشان لو في كلكع ولا مكلكع ولا حاجه. كيس لبن نيدو، لبن البودره. بسم الله. دلوقتي هنقلب الدقيق مع كل الحاجات اللي احنا حطيناها، دوبناها السكر مع الملح، حطينا اللبن النيدو على كيس البيكنج باودر، نخلناه اخر حاجه حطيناه على الدقيق. بسم الله يا حبايبي. هنحط بقى اللبن الدقيق في كل حاجه حطيناها، ونحط الميه بقى. بسم الله. لازم يا حبايبي نحط الميه حبه حبه عشان الدقيق العجينه بتاعت الفطير ما بتبقاش طريه. ميه الفطير يا حبايبي بيتعجن بميه دافيه. اللبن البودرة هيخليه قشطة. هاجي يا حبايبي العجينة اهي، العجينة الفطير لو جت طرية منكم عادي خالص بتتلم بشوية دقيق، ما تحملوش هم. يعني عجينة الدقيق، عجينة الفطير لو جت طرية شوية منكم بتتلم بحوالي دقيق قليل جدا، ربع مج صغير، حاجة بسيطة يعني تبقى زي الفل معاكم. بصوا يا حبايبي العجينة بقت عاملة ازاي. بصوا لمت كل العجينه اللي في الحل، معنى كده انها واللي في ايدي كمان. انا غاسله ايدي يا جماعه مخليها زي الفل،
غسلها 5 مرات بالصابون. بصوا يا حبايبي العجينة عاملة ازاي، قشطة. بصوا كده، بصوا لمت العجينة اللي كل اللي في الحلة عملت ازاي. العجينة اللي في ايدي واللي في الحلة معنى انها تلم العجينة كلها من ايدي، من ايدكم ومن الحلة، يبقى كده العجينة بقت زي الفل، خلصت وبقت زي الفل اهي يا حبايبي. ملبة زي الورد. هنسيبها بقى تستريح نص ساعة. ودي يا حبايب قلبي العجينة بعد ما استريحت اهي، هي العجينة دي بتستريح من نص ساعة لساعة الا ربع، انا سبتها ساعة الا ربع. هنبدأ ان شاء الله. ودي يا حبايب قلب السمنة هنصفيها اهوت، عشان دي سمنة بقري يا جماعة، بلدي بقري، واللي عايز يحط بلدي جاموسي يحط، بس دي خفيفة يا جماعة عشان الكوليسترول بيبقى البلدي الجاموسي بتبقى تقيلة، فانا قلت حبيت ايه احط بقري عشان تبقى خفيفة. ودي يا حبايبي صفينا السمنة اهي، بصوا اللي طلع منها، عشان الزبدة السمنة البقري برضو لما بتيجي نعملها على النار بتطلع حاجة اسمها مرتة، دي بتبقى مرتة، بتبقى اللبن بتعمل مرتة في اخر الحلة كده. صفناها طلع منها دي، فما ينفعش نحطها على الفطير بدوت. ادي يا حبايب قلب الصينية اللي هنقطع عليها العجينة اهي، لازم ندهنها سمنة كده عشان العجينة ايه ما تلزقش. السمنة البقري دي حبايبي بتبقى خفيفة وبتبقى جميلة في الأكل، ريحتها ايه. حبايب قلبي دهنتها دلوقتي، هنقطع العجينة. بسم الله. يا حبايب قلب العجينة اهي، يا حبايبي حجم العجينة اهي، ودي يا حبايب قلبي بعد ما قطعنا العجينة اهو، الكمية اهي، الكمية قدام فورتك، الكمية دي 2.5 كيلو دقيق يا جماعة. هندهن وشها سمنة عشان خاطر ايه وش العجينة ما ينشفش، على ما نفرد ده ممكن هينشف، احنا كده كده هنحط له سمنة لما بيقول بس. اهو يا حبايبي لازم وشه يدهن سمنة. ودي يا حبايبي العجينة دهناها اهيت، دهنا وشها سمنة، وهنسيبها بقى تستريح تلت ساعة، ربع ساعة، نص ساعة لخمس دقايق، عشان العجينة بتبقى جميلة لما بتستريح تمشي معاك وبتبقى حلوة قوي. حبايبي بنفرد اللي احنا مقطعينه الاول اهي. بسم الله الله اكبر.
بسم الله ما شاء الله على سيدنا محمد. بسم الله يا حبايبي، اهم حاجه يبقى بايديكوا كده، صوابعكم ما تجيش في العجينه، عشان لو صوابعكم جت في العجينه هتخرمها. تمشوا ايديكوا كده اهو، كده اهو اهو يا حبايبي. بسم الله اهو يا حباب قلبي. بصوا العجينه مرتاحه واخر جمال، تتفرد معاكي في لحظه في لحظه اهي. ايه الجمال ده ما شاء الله. بصي حته، بصوا يا حباب حته العجينه كلها قد ايه. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد. الله اكبر. ودي يا حبايبي الفطيره عملناها اهو، هنلمها بقى كده ايه مع بعضها. يا حبايب قلبي اخر حاجه ما شاء الله. ادي يا حبايبي شوفوا العجينه ما شاء الله على العجينه ما شاء الله. اهم حاجه العجينه تستريح، سيبوها من ربع ساعه لتلت ساعه كده، نص ساعه لخمس دقايق. بصوا العجينه يا حبايبي، بصوا بصوا يا حبايبي العجينه عامله ازاي. بص يا حبايب قلب العجينة، بص العجينة عاملة ازاي. بصوا بصوا يا حبايبي العجينة. ودي يا حبايبي الفطيرة التانية عملناها وبنلمها. تانية محطوطة هنا منفوخة ازاي يا حبايبي. بصوا الفطيرة الأولانية اهي ما شاء الله عليها وعلى العجينة ما شاء الله. ودي يا حبايبي خلصنا آخر فطيرة اهي اهي. صوابعنا كده ونلمي. اهو الاتنين كيلو ونص يا حبايبي عملوا خمس وحدات. ودي يا حبايبي الفطير بعد ما استريح نص ساعة اهو، هنحطه بقى في الصينية اهو ونسويه. الصينية دي مدهونة سمنة، وفي سمنة كتير يعني، بس دهنتها سمنة من هنا، دهنتها كلها سمنة. هنشيلها كده. بسم الله
فطير اصلا فطير حجمه تضاعف نفخ ما شاء الله عليه. هندهن وشها قشطة يا جماعة، أي قشطة عندكم، قشطة طبيعي قشطة صناعي أي قشطة. نحط شوية سمنة البقر الجميلة دي على القشطة. ودي يا حبايبي دهنا وش الفطيره قشطه اهي، هنحطها في الفرن بقى وارجع لكم. ادي يا حبايبي هنحط الفطيره في الفرن اهي، وهنقفل على انا مسخنه الفرن. بصوا يا حبايبي الفطيره عامله ازاي، منفوخه عامله ازاي بعد 8 دقائق في الفرن. الفطيره منفوخه عامله ازاي ما شاء الله عليها، والقشطه على وشها زي الورد. ودي يا حبايب قلب الفطير بعد ما خلص اهو، مورق وجميل حبايبي، يعني مش طري وجميل ومورق، لسه مش طايقه احط ايدي عليه، لسه طالع من الفرن يا حبايبي، والله لسه مطلعه من الفرن حالا. بص يا حبايبي، بص يا حبايب قلبي على التسويه عامله ازاي، وظهره كمان عامل ازاي، شوف الطري ازاي، الفطير طري 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 ما شاء الله عليه، الله اكبر عليه. سخن نار استريح. بص يا حبايبي فطير روعه، وادي الفطير يا حبايبي اهو، تاكلوه بقى بعسل نحل بعسل اسمر بجبنه قديمه انتوا راحتكم، بس الفطير ما شاء الله حكايه. شوفوا الفطير ظهره عامل ازاي، وشه عامل ازاي، ومورق وطري وجميل حكاية. وإن عجبكم الفيديو يا جماعة بقى ما تنسوناش بلايك واشتراك في القناة، وبدعواتكم وبألف هنا.